ترى زاد الوفا اني زاد وبرد متراج وما زاد الوفا اني ذات فيه تتنادي ورثا غثوفا اني ذات فيه تتنادي ورثا غثوفا انقث البطل يتسكن الجهد يتلوفا وين ورثت نادي خزر غرك يستوفا أروث أبوني تنضازي سليث وكسا ما يحمولي ويطجغ الجهاز إيواث تاسوث الدوري ثقيمي ويري الصمغات ما تحموث ساوي طجف الأسيد يشرى قولي ويدوري سجرسي بغاثي شقا مس خدم مسيخون ميوبدا كوغدي تواني الاول نقيا زول في الاول نصف يسوون سهيله مينوث تذيانت تزاد تزريت كي بويت من قلت الى قوت حب سلامي بون عيسى تفضي ساعه شغل دونك ولا مكيس دنس ليك ثقي تزريت قلا يحمل مولود معمري طاس اني ذات وفريد مرحبا سوني هي دنو غال سنه رسرتين تمورث الجزائر هذا شو قال ندم ينوس قد لي هتا ارسا تزرى ما كوي ظلي نايا وندي ظلي وكن يفقد يون كوميونيكي يعني يوثن طوريق ذاك يفقد سيد سلويث تمورث لا بريزيدونس لا ريبوبليك رئاسه الجمهوريه خدم من دان كوميونيكي هضر ندا في تمثال تاكي ام حفاس ناراي ادي فغن نغ ادي فغن اكو ذويثار ادي فغن ني غاول ندير لي ثم ديث ازكا عاد نغال عاد ناوي لي زافوكاي ولكن عاد تفهم من ديث مسلتاكي ذا شو دنان ذا شو دينا تبون ذا شو دينا وذافو نكون يا نفهم اماكن وقاد يعني بين ذي يعني تقول راكين الحراك نتوفا يا كي دفران كي زاين فوند نولينا دواقي 13 دي فوند دونك مثل راد فوند وياض تي واش لنا تاسك سراجول لو فلو يا كي جوستمون لي فانا مليح حق التكست يعني تورق تاع قد فكنا كي وتشوف فهم راه مليح دونك نسقسي مس عيسى رحمونا يلي نيذنا ذا ما ستنت سنمثيا كي ولكن غادي تفهم تمثال تاعي ادنو غال ذا غنار تمثلت نظن تمثلت كين التوريزم الجزائريين يقترحوا لنا تونس الدين ديال اللي الحدود دوك تمر تونس اي جزائريين ترويد لولو في ايغر يقولوا لنا مفيك ندنان انا مزيان ديال لي ريزو سوسيو ند العربه تسلك دونك ادنو غال تمر تاكين لا غيك ساعه الله يبارك 1200 كيلومتر يعني عفير البحر لا معنى الرويس فغانا نروح نهار تمر براي وكنا دعوا من سي بروبليماتيك ادني في كذا نستقصي كي خنوي غندرم اي غار اذا شو جاني جزائريين دار يقولون عارف مورا من برا ورفع انا راه من التوريزم السياحه ديال ثمور ثنسن ادنو غال ذا غنار وكذا كلان دي فراج جوست موك فغانا ذاك الشمن نهار داخل اثنين كوانسين دي الي كونت كوانسين دي مارساي دي اورلي ان بو بارتو لي الجيريان بوصان مساكيت سي لا ميزير وكذاك تروحوا ندير الباطو السفرين او ندير نسكن لي فيديوهات نتواليم وكذاك تروحوا ندير لافيون كيف كيف هذه ستار بيث مديث عيسى رحمونا زول فلاش على السلامة الزول حسين زول وي تابعنا كاميرات ولتاكين تديانين قطر ماشي ديوث تديان تديانين يجلان وي ميرسي بو لانفيتاسيون
يعطيك الصحه تنمير تك شيني مس عيسى رحمون. عيسى رحمون هاتك شيني تفهم شي طوح التكست تاكي ثنزداتي صوريق تاكي تفكنا كاكي مي مثلا يكون فهم يعني وتوالا لي ريزو سوسيو ميم لي زافوكاش قارنا اما اسمي دي فاهم زوار ونفهم اسمي دي فاهم وش ندير نفهم ذا شو تفهم ذا مس عيسى رحمون ذي صوريق تاكي باسكو تي واشولين ترى شنو كان دين المغرب يا لي زافوكا خنوي ذا شرا دينين اكدنا حسين مثيك التنظم سريان في سناثن دان ان كومونيكي دو لا بريزيدونس à l'occasion d'une grâce présidentielle qui sont les attributions d'un sifkan la constitution sifkan il ou celui le chef de l'état les prérogatives qui tik tisnathan dal communiqué sur famara mais je fais tik tam zwarous il indir namas li indir la grâce présidentielle qui n'est ماشي العفو الرئاسي ذا الرحمة ناخذ الشفقة يخدم في محبس ناراي اون بارتيكولي خاطر ما رد نهضر في محبس دو دروا كوما ولي لان سي دي دي دو دروا كوما لان لي ميكانيزم سوا دي لا كونستيتيسيون نا دي لا دي لا ليجيسلاسيون اي بي سهام ام كي تيلي لا لا امام عيسى رحمون شفو فوالي مسا رحمون فيك صاول استمنت مام ثيم سناقي يعني لا تقديمي اكدودو ترى جورا شو بوش جديد شو انو دفغن ودفغن غالا وكذا كوكر وكذا غانا اكدودو شو دار من ناحيه نار ثالوف ثاقي لا شو دار ثالوف ثاقي ثاقي اكدودو تاسا بوكو بلوس ثلاثي واشولين ساعة الحق على الستة مثل لي ديتنو دو دروا كوما ماذ وين يلان دي لافار كريمينال نا دي لافار كوركسيونال يلان محبوس سي ليجيتيمي واشولين سبعة نتا سنة المراد فغل تاجي خاطر تسعة تيتي ماثي نقولين فرحك وين دي فرنسي الحبس فوالا كونتر بارتي ودي لان فيكتيم دي لي زافير كي شحن وثني تعجب على الحال دونك Il y a un exemple, mais il y a un jugement. Surtout, enfin, dans toutes les sections, il y a même la justice algérienne. Un mode civil, un mode pénal, à toutes les sections. Où est-ce qu'il y a un chara? Où est-ce qu'il y a un chara? Il y a un chara. Le procureur, il y a un chara. Où est-ce qu'il y a un chara? En fin de compte, la Cour suprême, personne n'est satisfait. Donc ça nous renseigne de la qualité des jugements, c'est qu'il y a un chara. Ça nous renseigne de la crédibilité de la justice, et ça nous éloigne du travail pédagogique, indien, normalement la justice, est-elle à l'avant-garde du travail pédagogique et il est social au niveau très large possible. Tout là, c'est bien que effectivement, il s'agit de celle qui amène les détenus d'opinion. Oui. Mais la classe politique, mais la société civile, mais avec d'autres en général. Voilà. Parce que oui, il y a quoi, les dernières semaines, ça a été une gourade. D'ailleurs, même les chevaliers, ils ont une zone de bonne, ils ont une zone de D'ailleurs, il communique à Guillain Hussein, à passe le vice-gilandigas. À passe la manipulation politicienne, à passe la jonction, l'avis qui l'a dit le canon, le coup de service. Achimé, Kinish Bayer bien, le chef de l'État n'a aucun pouvoir de décision. Khatar, dans ses discours et Adan avant le 5 juillet, un man de l'Amchemelagi, un man de Foussi, Edith Kari ou Gouzouz, il Hirak en général, il a annoncé tambour battant. باللي اتيين غراس اكسبسيونيل انشتيدات اتاسيك جا على المام باللي لا غراس قال لي الخدع ديس اد دونا طاس لي زوم دافير يكشمنا هاد الحفاش اكزاكت مازال اسم الحاله دون الذي الوي ام كاين هذا شو تقاس وجدنا كاين قناه وجدنا يو مي بيان شور لا كل لي جينيرو نغ لي ميليتار يقلان ديال انكارسيري ديال التريبيونال ميليتار دو بليدا طاسي تسين وانا كاين خاطر راك ديني الحسين كونت لا كريديبيليتي دان ريجيم بوليتيك نا دان بوفوار بوليتيك Quand la confiance est rompue entre le peuple et le pouvoir, ou Afin il ne prend pas de décision, il n'a aucun pouvoir de décisionnel. C'est qu'il communique avec Poisségui et aura pour contredire complètement l'effet d'annoncer à tambour battant
اتسيليا ثلويث تصب ثلويث غادي يصب الوحيه في الدوله الجزائريه راهي هناك دود يتسامن لو ريجيم بوليتيك تيجي تم سالتا كي لي 298 كا دي زاني 90 مسرح مول قبلت نوض مسرح مول قلعنا في قبلت نوض 298 هني دناوي كان يون يون ادن في 13 قد قال ويكين الري يعني ويكين الحراك اسكو تي بو شلون غادي يسمو قولن تسكن دي سخسيناكي اسكو ذاينك تكفثو فغا يعني ببلاش هذينا مزيناي Sur la procédure, il y a deux sortes de procédures. La réduction de peine, c'est une grâce présidentielle, subsidiairement, ça jusqu'à 18 mois de réduction de peine. Donc, elle a fait un sécheminsen. L'ennuyant, mais le choix en arabe, d'ailleurs, c'est l'une des pratiques qui l'aide chez les juges d'instruction, chez les parquetiers, mais c'est une décision pareille. Le parquetier, le juge d'instruction, à travers son greffier, à travers ses connaissances avec l'avocat, la partie, si vous décidez de me dire, une demande de libération provisoire, et qu'il y a une la juridiction compétente, c'est souvent c'est une décision soit du juge d'instruction, la chambre d'accusation, et qu'il il va bénéficier de Faradjegi en attendant à l'échara. C'est-à-dire, en fin de compte, mais il y a des choses en arabe. Mais des choses. Est-ce que il y a des choses en arabe qui sont en train de se faire? Est-ce que vous avez des choses en arabe qui sont en train de se faire? Bien sûr, c'est comme le cas Karim Tabou, par exemple, qui n'est pas la même chose. Mais c'est toujours la menace. L'épée de Damoclès, toujours la menace, elle est la Foucault, c'est la Faroris. Il se met le connard des déraillés, le connard du Walarouin, il a les publications, les déclarations, il peut se retrouver facilement, il a c'est un sursis avant l'heure. Le connard d'un sursis avant l'heure. C'est une mesure administrative. ايش يقارن بالك تصور دار وين تخدم سينو اسام زرار صعب ضد الحبس ضد مي 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 لوجيكمون مسرح مو نزرع انا لوجيك هذا القانون المالح هناك انا هذا غادي نيض مي نورمالمون ما الا ثلا لا غراس افيون لو في بارابور ان ارتيكل كي باري مي نورمالمون هذا يحبس الارتيكل اللي راهو خدمنا رئيس القانون ميس لا لوجيك D'ailleurs, avec des naqlans, à d'autres couvailles, ils se barbent dans toutes les langues du monde. La logique, ça, mais l'anglais, c'est le stromis, l'espagnol, l'italien. Ils se barbent la seule langue au monde. Dans une car, la logique, ça meurt les couvailles. Quelqu'un maïs, c'est un couvailles. Un carrosse, une arme, c'est un couvailles. Couvailles. On a qui nous a dit couvailles. Pour nous, c'est la logique, là. Couvailles. Donc, sur ça. Normalement, le canon mise la logique. Il est c'est la logique. ولكن مرنزر pour les mêmes faits, pour les mêmes accusations, فلان اجي نصر حنا وجوز تصريح حنا راه بوركوا لا كيسيون باسكو دي ديسيزيون بوليتيك يا حسين ولا شيء نيران سي دي ديسيزيون بوليتيك نولا نسني عدان عندان كريم لكل كيران لا بروميير فاك دو ديتونسيوني بوركوا جو دون لو كا كريم طابو باسكو لا يو دي بروبليم افيك لا جوستيس لا يو دي بروبليم افيك لي سيرفيس دو سيكوريتي طوندي كو دوتر انورمومون سي كو ديتنو وي دي لان يدس الشيء هذا هضرنا عينا ني سون بانكيتي دونك سوا على بو بري امشي الميزان ني مال ايمال الميزان داريوس الجهه وي مال راه اي لارتيكل اي مسرح مول لارتيكل 87 بي سا كاك انت تفكا كل كيستيون كاك انا عدي صاير نيض 80 اسكو وقاد لا وقاد ديفون جوستومون توحك من الماده ياكي L'article, j'espère bien qu'il y a ma connaissance à Hussein, l'article 87 bis, il touche hier à Imaoulanis. Oui, il y a l'article 87 bis, qu'il y a ma connaissance où il y a un cas qui était accusé, c'est l'article 87 bis, il faut. Mais ça demande une décision politique. Par exemple, de texte la Constitution, bon, la Galassegui, c'est l'article normalement 91, l'alinéa 7, 8, et derrière Barnaf Chouadegui, c'est qu'un des prérogatives est le chef de l'État. Mais avoir les prérogatives, Viglund, et la Constitution, un chef de l'État, on n'est pas dans une république, on est dans un royaume. L'article 92, le chef de l'État. C'est lui qui nomme le Premier ministre
dans le chef du gouvernement. Ça dépend de l'orientation de la PNM. Le président de la Cour suprême, le président du Conseil d'État, le secrétaire général du gouvernement, le gouverneur de la Banque d'Algérie, les magistrats, les responsables des organes de sécurité, les wali, etc., etc., etc. Donc, les prérogatives, le chef de l'État, le fonctionnement institutionnel de gauche. Alors là, une question de grâce, une grâce présidentielle, il n'a pas le courage, il n'a pas le pouvoir de prendre une décision claire. Ça nous renseigne à faire le Hadja. Il avait l'intention, Belek, probablement, il était empêché par les tenants du tout sécuritaire. Du tout sécuritaire. Le conflit, la société a un autre conflit. Elle est seulement avec ça. Et là, les gens qui ont été à l'aide de 298 cas. Oui, justement, là où on est. Voilà, les 298 cas, les années 90. Donc, est-ce qu'on a réglé ça? Aïssa, s'il vous plaît, Aïssa. Chine Thualad, bien sûr. Les collectifs qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Bien sûr, il est ostracisé. Pourquoi? Si moi, il est ostracisé, c'est normal, il a qu'il est. C'est 62, aucune vérité n'a éclaté d'Ilzaïr. Aucun résultat d'une commission d'enquête n'a éclaté d'Ilzaïr. Au grand jour. Le peuple algérien, c'est qu'il sera des Suizrans. Elle m'a dit des années 80, elle m'a dit des années 90, elle m'a dit même des années 2000. Je suis allé que soit Kouranan, Bidan, Derouan, Mawalun, Dengoudouan. RSAGI, le régime politique, il se loue, il chène l'âme d'une manière opaque. C'est l'opacité totale. Aucun Algérien n'a le droit. Est-ce que le peuple algérien nous aura acheté de débourser l'armée pour l'achat des du matériel militaire? Est-ce que la retraite, les cadres de l'État, nous aurons les Algériens acheté de débourser? Aucune question n'a été élucidée. Donc, automatiquement, la question. Le collègue de l'Oral, donc, à l'Ouigi, à Aïssa Rahboun, mettez-nous de manière où tu sais, Nagui, la phrase à Ginsen, il se met à la mode septembre, en octobre. Enfin, mais il est aussi Donc, le temps, voilà. Donc, le Fayegifik de Nier, le chef de l'État, il n'a aucun pouvoir de décision. Alors, Khattar, il s'agit de Koulir Hussein, les pouvoirs, il s'agit le chef de l'État et l'organisation des institutions de mais, l'État. Même Massa Rahmoun, il est surtout aussi de la phrase à Guyane. Si Melmi, Marie-Lé Vran, le Hadja, tu as des procédures à Guyane. C'est rare, il est aussi de la Suisse, il a un appel à négociation. C'est un appel à négociation. Mais l'appel à négociation. Négociation avec qui? Les antagonistes des années 90. Les antagonistes des années 90, c'est qui? On a les islamistes armés d'une part, mais aussi on a les islamistes de l'armée d'une autre part. Ça dérange le régime, mais il cite le nom de généraux qui étaient accusés par le peuple dans des affaires d'assassinat, dans des affaires de disparition forcée, etc., etc. Essayez aussi. Mais Aïssa Rahmoun, il est où il a réchiné? La deuxième étape de conflit, c'est l'article 87 bis. Imaginez qu'il y ait dans 20 ans qui sont accusés de 87 bis, qui est une affaire, c'est des affaires liées au terrorisme, c'est des affaires criminelles, mais elles, dans 20 ans, on va reporter le conflit, on va se maintenir dans le conflit pour demander à les parents des années 90, des détenus des années 90, la liberté de l'article 87, la libération des détenus de l'article 87. Donc c'est le même du conflit. مسرح مولانا ويزدي قارن اماكن اوغاذن جوستومون هاد السفر انا ويكي محبس كاين تسعينات خاطر اتصدق سن هاليشين اتصدق سن كفان سي دونيت ضعف نوغان بالك سي دي كادافر
بالك بالك زمان هذا الحون بالك دونك هاتي زمان بغينا نسكن شي طوح هذا الشيء هذا ذوين دي سي سبتمبر اكتوبر نوفمبر او موا دفغن ساعه نوذم لا لا ليكتور كذا والله لا لا ليكتور كوش غير تسعوا لو ريجيم باسكو با ريجيم هيومان نو جو بونس با شكرا على خاطر بوكو بليس شكرا لا بروميير اوبسيون سي سا ريست لا سبيكولاسيون بوليتيك ها سي با وي وي بيان سور باسكو سي لا سبيكولاسيون جو بونس كو سي ان ابيل ا نيغوسياسيون Et même négociation, balak avec parce que là nous disons dernier master Hamoun Bli Wigi Mahbasa qui connaît de Fran, a dit a déclaré des vérités, M. Hachin est dans le Hafz, ensuite il est de Bouin, est-ce que c'est l'un de Kouver à Ginrala, est-ce que c'est l'un de Salahouaï Ginrala? زيني صعب المرض صعب قرض 20 سنة 30 سنة الحبس الرجيم أجير وسعر الأمان هكذا فكرة عن اكزمبل علي بالحاج بار اكزمبل كي يفير جي سابين Pourquoi on lui interdit non, on est devant un régime, X ou N, Tem ou Thinsen, nous connaissons les gens. Donc, Arashab Boussan, nous rappelons aussi le cas Baba Ndjar. Arashab Boussan, la famille Baba Ndjar, les Mozabites respectables, ici, c'est le Nagsen, la famille, Arashagin, ils clament son innocence. Pourquoi Baba Ndjar, oui. Justement, excuse-moi, je dis que je suis de 24 ans, je suis là. ويكشينا راه بان جار لي كايغي ماشي مي باسكو جي فيريفيي لو تيكست كيلا بان جار كي كونداني ان 2004 دونك ان 2024 سي باسكو سان دي لا كاتيجوري بوزيك كي ايتي كونداني ا لا بيربيتويتي جافي جو فيزي بارتي دو كوليكتيف دو ديفونسينس مي دورا لا فير اس لا بروميير فوا لا كوش برانان مبيلا لي مبيلا ريتاردا c'était la peine capitale en bas de, à l'occasion du deuxième procès il se relève la peine perpétuité donc c'est une mouabed rentrée d'un 20 ans mais ça c'est à partir de 2024 c'est à partir de 2024 oui. 2024 à 20 ans d'incarcération de Mohamed Badanja donc on dit derrière la catégorie comme passe de derrière les défis de l'opinion on a demandé les articles de poursuite pas de journal pas la pas de journal etc ça c'est des accusations classiques c'est toujours est-il qu'il faut les considérer comme otages du régime et qu'il y a un télescopage entre le politique et le droit qui font qu'aujourd'hui, tous les détenus du Hirak, quand je dis les détenus du Hirak, je pèse mes mots, oui. Les détenus du Hirak. Amnesty International Hirak, parle de 266 détenus. Mathieu Chouette, Hussein, hein. Mathieu Chouette. Bien sûr. Hein. 260, c'est beaucoup. C'est oui. Beaucoup. Pourquoi ? Parce que derrière les 250, il y en a 260. Il y a 260 familles. Il y a 260 oui. Frères, 260 oui. Épouses, 260 mamans. Salmert, Massaï Sarahmoun. Oui. Salmert, Massaï Sarahmoun. Il y a un texte à Hamid Lédina. Aïssa ? Allô ? يا أحسن ميرت يعطيك صحة. أحسن ميرت جاوبنا هنا. بون كوراج بور لا سويت. يعطيك صحة. ميرسي عيسى رحمون يعطيك صحة. عيسى رحمون ذا مستل ذا مغناس ديال السرتيث يدي لان يدنا ثورة يسلم داك شو يغدي يسفهم مش يدينا. غاف ثوري خطاك يدي فاني ظلين سي سلويث انت مورثني للجزائر. أدنو غال غورون مسا مس كون ويغدي سموقون مرحبا السؤال نون مرحبا السلام نون. أنو إذن رمضان رمضان أسلم رمضان. الو وسليغار ها السلام عليكم كيفاش العادي انت السلام عليكم ركز العالي السلام مرحبا بك السلام عليكم
يعطيك الصحة، مرحبا يسي. يقزم رمضان نروح على عنافة. أم مريم مرحبا بك. أم مريم عليك أخويا حسين. سلام ورحمة الله، مرحبا بك. أخويا حسين السلام عليكم. سلام ورحمة الله، مرحبا بك. أخويا حسين، أولا أنت سألت سؤال، ما الجديد في ملف المعتقلين؟ نعم. الجديد في ملف المعتقلين، الجديد هو ملف فتح الحدود بين تونس الحدث بالنسبة أهن اليهود والنصارى على وحدتهم في الصرا والدرا، وأهن حكومة الحكام الأمة العربية الإسلامية على بناء المؤسسة وهي المطبعة للتطبيع ضد الإسلام والمسلمين. حابة نتكلم على فتح الحدود، هل فتح الحدود بين تونس إنجاز عظيم؟ هل فتحنا حدود بين مكة المكرمة أو مدينة منورة، أو فتحنا حدود بين فلسطين الحبيبة أو الصين كأننا في بلاد عجائب وغيرها؟ مبروك على تونس سياحيا واقتصاديا وماديا، والغاز والكهرباء والمازوت المنهوب والسيوب الجزائريين إلى آخره. نعم، لفتح حدود أرض الجزائر وأولادها المغتربين الوطنيين طال انتظارهم لقطار الوطن والحب والسعادة والشوق والعناق الأحبة منهم الوالدين والصلة الرحيم والأقارب والأهل إلى آخره. نعم، لفتح الحدود السجون التسعينات وحدود الحارة قبل فوات الأول وهو العمر بين قوسين موت. نعم، لفتح حدود بين الحاكم والمحكوم، بين العدل والعدالة والمظلوم، بين فتح الحدود بين الأمن والمواطن. نعم، لفتح الحدود بين المستقبل وبين الشباب. نعم، لفتح الحدود بين العمل والبطال. نعم، لفتح حدود الحوار والنقاش والرأي والرأي الآخر بين أهل الدار وهم الجزائريين، بين الطبيب والمريض. نعم، لفتح الحدود بين خزينة العمومية وبين فخامة الشعب. نعم، لفتح بيوت الله وجعلها منبر للحياة يوميا وليس مقبرة للزيار والزوار. مبروك على تونس وعلى توينس واقتصادهم الذي يزدهر ويصعد على ظهور جزائر. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله، أعطيك صحة أم مريم، جبتها ما شاء الله صورة، أعطيك صحة. هي ثديان تاقي نتورا جيتم مواد أول إخنوي في تمثال تاقي جيتم مواد التوريزم يعني لدين تابور ثيار الجزائر يكذا تونس يوكن الجزائريين نظروا حنا دعوا من ديهين الزهون دهين البحر دهين استقصي تكني الجزائريين شفتم اي غار ما تشي دي ثمور ثنسن اي غار ثمور ثن الجزائر يقسعني ذري من خير تونس ألف مليون انتكال يقسعني ثمور الله يبارك ذي قسا وزارة شحال تونس واحد سبعة تونس أمانة نكوني لقنا نروح غرصن يوكن أنعوم يوكن نحوص يوكن أنني الدونيث يعني نشتاقي ذي عجف هذه يستحي في ندم انا واحد نولي جوستومون لا فيديو اكي اسمي بظن وثمثنا غير تونس يعني تونس ثمثنا نغا ومسا بروبليم افيك ني افيك لا تونيزي ني افيك المغرب دايا ادري نولي لا فيديو اي التونسيون هللوا لإعادة فتح الحدود مع الجزائر حيث كانت الاحتفالات رسمية وشعبية. موعد هام وتاريخ هام معنا مدة ننتظروا فيه إن شاء الله معناها يكون حدث طيب وإن شاء الله معناها يكون احنا جاهزين إن شاء الله تونس باش تستقبل معناها أشقاء الجزائريين في بلادهم ظروف كل مواتية استقبال إقامة إعاشة حتى تنقل. الغرب جات جائحة كورونا فرقت بيناتنا وبين أخواننا الجزائريين، فهمتي؟ فرحتنا كبيرة برشا اليوم بإعادة فتح المعبر الحدودي. دار إسماعيل تبرقة هو نزل معناها بامتياز للحرفاء الجزائريين اللي هما معناها نسق الحجوزات تاعهم بداء، هو في نسق في ارتفاع، واحنا معولين أسنان إن شاء الله على الحريف الجزائري. احنا القرار هذايا نستنوا فيه عندنا 3 سنين والحمد لله اللي الحدود فتحت ولنا خاوة خاوة. رجعة الحركية، رجعة الديناميكية للبلاد. احنا ديما علاقاتنا بالإخوة الجزائري علاقات تاريخية. احنا والحمد لله اليوم إن رجعت عائلة واحدة ورجعت روح واحدة ويد واحدة وأنا أصلي عرقي جزائري. والله الأمور طيبة بين تونس والجزائر، في البوليس في الدوان كل حتى هبطنا قضينا شوية الناس كل فرحانة بنا. الجزائريون أثنوا كثيرا على الفاعلية في المراكز الحدودية والتي كانت أكثر من إيجابية. الحمد لله كاين تسهيلات ما شاء الله، يعني قدرة تكون تعليمات رئاسية ولا الله أعلم، بصح برابور وش كنا قبل وش كنا درك ما شاء الله.
هنا جينا بالسيارة مرتاحين الدنيا هنا. فوالا وكذا روبورتاج تخميث سي زرياكين البلاد دونك زرياكين الزهراء يغاروا ولا قد درنا درنا تبونا شي خرب بالك يعني تبون يديرين ما رحنا على الحجاز درنا تبون بالك تبون نعطيه الصحه ما رحنا على حسين سي سطيف. حسين مرحبا بك. حسين يقزم يوسف. يوسف مرحبا بك يوسف. السلام عليكم الاخ حسين، عيدكم مبارك اخي. السلام ورحمه الله. من مرحبا بك صح عيدي. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. اما فيما يخص يعني قول لي العداله تاع حل يعني لي فرونتيير بين على احنا من اليوم احنا حتى يديرون هذا داروا مشروع، هذا المشروع العظيم يعني فتوح كما يقولوا ما شاء الله، كاننا كنا جو سي با وين يوم بكري احنا خوه وهما اللي قافلين علينا وهما اللي كما يقولوا داروا لنا المشاكل كل هذو بين تونس وبين المغرب وبين احنا من بكر واحنا خوه. يوسف خوه يوسف يوسف اخويا ما واحد مهضر يعني على الخوه، ما كاش مشكل بين تونس والجزائر، الجزائر والمغرب الشعب الحمد لله. احنا نهضروا التساؤلات اللي كاينه، تساؤلات اللي كيفاش الجزائر اللي عندها الشط نتاعها فيه 1200 كيلومتر يعني نروحوا نحوسوا على بلدان اخرى وين نديروا التوريزم وبمعيه من وزير شخصيا والرئيس ويعني باش يبعثوا الشعب يعني اكسبورت. هذا هو السؤال، علاش ما يديرش التوريزم والسياحه ويوفر كل شيء في الشعب في بلاده لشعبه؟ احنا موفرنا، تعرف واش موفرنا؟ احنا موفرنا هذا كما قال جوجيل، قال جوجيل لما جاء تبون رانا احنا في الطريق الصحيح على الديمقراطيه. لو كانت عندك ديمقراطيه، عندهم ديمقراطيه وكما قاعد تقول على قول لي عليه على تما لي زانفيتي اللي يجوا كما يقولوا الاستثمار في الجزائر ولا وهذا الى اخر الامر. كيف سبحان الله كيف يهضر الكلمه هذيك ويقول هكاك وهو كما يقولوها احنا يقول لهم الشمل هو ما راح تقابل الشعب. انه زونكور فولي، خليني نهضر حسين، انه زونفولي كما يقولها لا ليبرتي حريه التعبير. هذاك تبون يقول كما يقولها الديمقراطيه وبوجين هو هما كما يقولها راحوا داروا احتفلوا بين العسكر بيناتهم الشعب اموان بايتي انفيتي. يقول لك الديمقراطيه يتكلم لي كما يقولها انا باهي دير هذو ما همش احنا مهرجرونا اكتب علي شكرا يوسف يعطيك الصحة يوسف، شكرا كنت معنا من فرنسا. يوسف قال هجرونا جستومون وما خلوناش ندخلوا للبلاد. نحن نشوفوا هذا الفيديو، هذا الشباب من أليكونت ثم نعود. هنا راه كاين مجموعة مساكين راهم يعانوا، راهم في أكثر من 20 يوم. راه معايا وحدة مسكينة جاية من باريس مخلصة بي وليدها مريض في توحد قاعدة برا كل يوم وما كانش لي بيه، كان اللي عندهم بي أوفر ما لقاوش الأوكي وكاين مساكين مابا ما عندهمش هذه عينة غادي تسمعوا وحدة ولا جوج باش إن شاء الله. تفضلي مدام وين تراكم هنا؟ أنا في 20 يوم يا المدير إلا بغيت ربي خاف ربي رانا في 20 يوم رانا مقيوسين هنا دراهم وكملوا لنا وين ما نجوي يطردونا يقولونا ما كاش بلاصة. كل خطر تدي شويه قعدوا ربعة تاع البابورات فاتوا كل خطر تدي شويه كرة كملتنا إلا بغيت ربي والرب. السلام عليكم. أنا في 20 يوم ديرنا ديرنا مواتك ديرنا خواتاتك ما تخليناش نتقايسوا ما تخليناش برا ما تخليناش نتقايسوا في جاه ربي قدمنا عليك ربي ورسول الله. 26 يوم باليوم راني هنا في 26 يوم بات برا باتوا برا رانا برا باتوا برا. ملي جيت من باري وانا شعرك تهنا ام وايد وعندك بي اوفر ولا ما عندك بي اوفر ما بغاوش لوكي. ديزولي الديكالاج باسكو لا فيديو نكسيتي سي لايف دونك يا ان ديكالاج ديال المونتاج مي زعما تغلم لا فيديو اللي سور توت لي باج سور فيسبوك راح تلقاو على لي باج لا لا فيديو غير جوستمون الساعه ديك واقيلا 20 مينوت نهار شحال ساعه لا فيديو. نروح نولي ثيض قشيشه كي جوستمون كيخرج مع نروح على الجزائر دونك نروح على تيل افيف. لا فيديو ثم زوالو تاع الشباب الاولى من فضلك. ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي أنا الجيري تاع الجزائر، أنا بغيت نجي لبلادي بغيت نجي لوحدي، أنا شفت بي لقيتها هكا عندك شحال 800 900 40 000 أورو 50 000 أورو 3 مليون 500 أورو بزاف أخوتي،
ايوا انا قلت بالك غادي واحد واحد الطلاب درت امتي تغشاش واحد اخرى رحت شفت تل ابيب تل ابيب اللي هي اسرائيل تاع الصهيون راه لقيتها 250 يورو ولا 230 يورو مالغري كل لا ديغي دو فوا دوبل 4 اور اي دمي مش عارف الوغ كو باش نروح هذا نزيد السوايع هذه الدوبل تاع الطريق والبري نص ولا مام با نص ولا ربع ايوا انا قلت انا رحت اسرائيل وصاي اسمح لي الجيري على خاطركم غادي نشوف اسرائيل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي الجيري تاع الجزائر انا بغيت نجي لبلادي بغيت نجي لوحدي ما شفت البي لقيتها هكا عندك فوالا مسكيني غادي نروح على الجزائر يفوت علي مليح هنا وفا بي غارت في اسرائيل الدوبل يعني يخدمنا الوقت معناها جسمو السوما تنقص الطاس الطاس ظن نفس نوري وضر وزقن راه يخلص حسين سي تيزي وزواز ولا فلاك على السلامه حسين الو الو انسلايا كان حوا هضره ابو ياسين مرحبا ياسين ابو ياسين الو الو يا ان بروبليم افيك التليفون داغن يوسف مسكي كدا يوسف مرحبا بك السلام عليكم استاذ بارك الله فيكم وعليكم السلام مرحبا بك والفضائل مبارك الدوله هذه هبلت ابن عمي وين هي رايحه هذه مين هذا البابر في الاسبان يدو هبلوا هذا الحكم هذا تاع تبون هذا ابن عمي هبل راه صعب مسموم ابن عمي سمتي يدو لما جابوه النار يعودوا بالله عقبنا مع بوتفليقه عقبنا مع بن بله مع الشادلي لاباس الحمد لله ما مالقري يسرقون بصح المسموم هذا جاء هنا شعل النار فينا يا صاحبي وين راه رايح ما يموتش هاد بنادم هذا لين هو مروح هذا الحكم هذا يا صاحبي لين هو مروح هبل الناس دخل الأئمة في النص دخل الدنيا كاملة حاس بلدي في النص وعيب عليها صاحبي دي فاصح حدود الله هذا وفات حدود الله والله إلا فات حدود الله جايته مصيبة منه شوف بربي إن شاء الله شهرين ثلاثة ياخذوا واحد المصيبة اللي عمره ما شافها باسكو راه فات حدود الله ابنوا بالشراب خرجوا بالزطلة خرجوا بعناق خرجوا باقي يحقر فينا مين راه مروح صاحبي راح يرد الصور اللي سرقوا يردهم اللي زين يقري حسبنا الله ونعم الوكيل شوف شكرا يعطيك صحة يوسف كنت معنا من سكيكدا الأعمار بيد الله يوسف ربي يهدي الجميع إن شاء الله إحنا هكذا تربينا يعني أدي هذا ربي وكل خلقيس خير ربي يهديهم خير ولا يعني ندعو على الناس بالشر مقران سيتزي وزو مقران مرحبا بك السلام عليكم يا خويا حسين وشرا خويا السلام ورحمة مرحبا بك الزول فلاك الزول أسلمة يا خويا حسين نعم كاين بزاف الناس يقولون الحراك مات الحراك ما ماتش وما يموتش الحراك ساكن كاع في القلوب الجزائريين وجزائريات مازال الصوت الاحرار ينادينا الى الاستقلال استقلال الوطننا العزيز الله يبارك الثوره الشعبيه يا خوتنا السلميه سوف تنتصر باذن الله الحكم تاعكم يا اعداء التاريخ يا اعداء حقوق الانسان يا اعداء حريه التعبير الحكم تاعكم سيسقط باذن الله من بعد نبني جزائر جديده القديم كاع يروح نبنيها بكل شيء لشيء بالجديد ونبنيها بالناس المثقفين نبنيها بالناس الاحرار ونبنيها بالشباب ونبنيها بوطنيين مخلصين ونبنيوها بأم تدرب يا سبورة الله يبارك هذه هي يا خوتنا جزائر جديدة ما كانش حتى واحد يغلطكم يا خوتنا حتى واحد ما يغلطكم يا خوتنا البلادنا العزيزة الله يبارك بلاد الخير بلاد الثروات احنا بشعب عايشين في الفوق ما حبوش يوليوا الطريق وترمون سمح لهم ثالمير مقران يعطيك صحة مد اليد يدنا أقرور سي تيزي وزواز والفلاك على السلامة ألو 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 ويا زول على السلامة ألو
نسلاياك هالو وين نسلاياك نسلاياك اهضر مرحبا بك بون اقرر ولا شي يقعد ما راهش يسمع فينا محمد من خميس مليانه محمد صاعدك خويا حسين صاعدك صح عيدك مرحبا بك خويا حسين صاعد كل شعب الجزائري وجميع المسلمين في العالم وجميع الجاليه الجزائريه في الخارج خويا حسين راك فيا نعم نعم تفضل ما فيا خويا حسين راك تسمع فيا خويا حسين نعم نعم تفضل تفضل تكلم يا خويا نجاوب على السؤال تاعك اللي كنت تقول باللي تبون يخدم السياحه في تونس وما يخدمش السياحه في الجزائر تبون نعم. لماذا ما يخدمش الجزائر والشعب الجزائري ويخدم مثلا تونس مالي ليبيا فلسطين لانه ما جابوش الشعب ماهوش شرعي ما جابوش صندوق الانتخابات جاء على طريق انتخابات مزوره يعني رئيس غير شرعي ماناش معترفين به رئيس مزور ومعين جابوه العسكر فوق الدبابه جميع الرؤساء اللي جابوهم العسكر فوق الدبابه والمسؤولين اللي جاوا فوق الدبابه يخدموا مصالحهم الشخصيه ويخدموا مصالح المرفين يعني الطبقه الغنيه وما يخدموش مصالح الشعب البسيط الشعب البسيط اللي شكون يخدم مصالح الشعب البسيط هم الاحرار الناس الاحرار اللي عندهم مواقف ردوليه علي بالحاج كريم طابو مصطفى بوشاشي مراد هنا عربي الزيطوط هذو الرجال اللي نستعرفوا بهم هذو اللي نتكلوا عليهم يخدموا مصالح الشعب اما الاغنياء هذو المجرمين ما يخدموش مصالح الشعب يخدموا جيوبهم وعائلتهم علاش ما يخدمش السياحه في الجزائر ما هو ما يحتاجش السياحه في الجزائر المرفهين هذو يحتاجوا يسرقوا ينهبوا ياكلوا اموال الشعب هذا واش يحتاجوا باش يهربوا الاموال شكرا شكرا محمد يعطيك الصحة يا محمد أعطيه الكلمة الأكرور عاود ولا معنا أكرور زول فلك الأسلمة يعطيك الصحة يا حسين سخر عليكم كلمة شوي تبع المغربية يا أسلمة ألو سي حسين سليغاش أسلمت إيه ألو سليغاش سليغاش أهضر يا أكرور وحب سار أهضر نعم سخر عليكم إن شاء الله مشي الشاي ولا ما يحقرنا جمع لي ريسبونس بالوراء وشو هذا مرض الروي الحركة حسن أخويا ولا العزة سعيد سعرقنا لا إله إلا محمد رسول الله لش الطلبة قلت ممني أزدعون ربي أخيك الحكومة يتمشون تستعمرها بزاف تحقنا تعصى عندي هزور بين أنا أني أورب إن شاء الله بقى على خير عطيكم الصحة بون كوراج يعطيك الصحة ميرسي ميرسي شكون معنا من الحراش حسن حسن عسلامة عليكم السلام سعد حسين صافا لاباس سي لا بروميير فوا نهضر معك حسين مرحبا بك ان شاء الله ماشي لا ديغنييغ لا لا نهضر مع لطبيب بس انت سي لا بروميير فوا تما ليكيب تاعكم كاع تعجبني مرحبا بك يا حسين اكيد على نحبيت نهضر على هذه لي فرونتيير اللي فتحوهم نعم لي فرونتيير هذه ماشي قضيه تاعهم مغلوقه هي ما كانت مغلوقه يجوزوا تاع التلتات هما دوك يلقاو اوكازيون خاطر الجزائريه ما يعجبوش لي فاكونس هنا في الجزائري هما يروحوا دائما الاكستيريور اما لا فتحوا لهم تونس هما خاطرهم مشاركين معاهم كان هنا الجزائريه هذو لي سبونسور عندهم دي ساجور توريستيك توريستيك في تونس هما حبوا ياكلوا معاهم وزيد بزياده لو كان جاي عرف ان نورمالمون يجيب اولادنا اليوم في اسبانيا هذوك النساء والرجال يا راهم حاصلين وي مساكن هذوك اللي عنده شهر شهرين ولا شيء هذا ودير فيه انا سكاره في الشعب هذا هذا ماهوش بريزيدون هذا يا هذا سي تان كيما يقول لك البوست معلوم وعجبني الجون هذاك اللي وريته اللي قال لك نروح لشاين وما روحش الزين الى ريزون والله غير عنده الحق روح نابوس بلاد ما يدخلش هنايا ما لقري عنده لا فامي ولا فهم يشوفوا عندكم عنده وين يشوفهم عنده وين والله ما يدخل انا لو كان جا عندي الماي والله ما نقعد هنا ما رايش ما بقاش بلاد والله ما بقات ماشي بلاد على كل حال ريسبونسابل والله يا حسين الله ما ظلمك يعطيك صحة حسن شكرا حسن يعطيك صحة
لا صحيت. نروح نشوفوا هذا الفيديو جوست مون واحد الوالي لا فيديو كذا عن ثقيد ذاك دي الفافور جوست مون يوني يروح دي الفافور هذا يروح على الجزائر وليت الفافور مشيت. Bonjour, je suis à bord du TACIDI 2. Ce message est pour le ministre du Tourisme ainsi que le ministre des Transports. Voilà, je suis en cabine. Voilà, 6052. Alors, 48 40 A. Voilà, ça passe au vert, mais ça ne s'ouvre pas. D'après le steward, il faut forcer la porte. Alors, je refais 48 40 A. Ça passe au vert. Je dois. Oh, je pensais que. Après le steward, t'as les gars, les bannes, là. Il faut. Alors, voilà, maintenant, comme elle a l'état de la porte, comment il est. Bref, ça, c'est coincé. Du coup, je vous montre. Je vous l'arrête essoufflé. Alors, l'état, t'as la moquette. Poubelle, laquelle c'est juste un sac attribué. Le téléviseur, voilà, à l'ancienne. Et aucune commande, il n'y a pas de télécommande aussi, ni pour ajuster le volume, ni pour la chaîne, ni pour rien du tout. Voilà. Alors, je ne vous parle pas, avant d'entamer ce sujet, je ne vais pas vous parler du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner catastrophique. Je ne vais pas vous parler sur ça. La bouffe, on s'en fout, maalesh, parce que chacun peut ramener sa bouffe à lui, maalesh, il n'y a pas de problème. On parle de la laiterie. L'état de la laiterie. Voilà, c'est le loisir. Voilà, monsieur le ministre, l'état des lieux. T'as le bateau, les cabines à plus de 1200 euros. C'est ma pour deux personnes et un véhicule. 1250. Aïb, wallah, aïb. C'est honteux. ان شاء الله الوزير هذا راه يشوف باسكو كي يهضر كي تسمعوا يهضر الجزائر قوى ضاربه سي كاتاستروفيك في كل الميادين يا لطيف. ابو مروه مرحبا بك. السلام عليكم خويا حسين، عيدكم مبارك. عيد مبارك، مرحبا بك خويا حسين. الله نحكي لك، البارح كنت في ازفون. ازفون منطقه سياحيه، قسما بالله ما تقلتش فيها دقيقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صونات لي ربي وكيلهم، ربي وكيلهم، واطلقوا صلاح المساجين التسعينات يا اعداء الله، ربي وكيلكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ما كان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، يعطيك الصحة. نروح نشوفوا برك هذا الفيديو بسرعة، رقم 4 شباب، ثم نعود. فوالا وكيد دي ام تبول جوستومون سمحا كي يضن فا قبل الصباح، مي بون ابارتير دو مينوي تروحوا هناك كي بظن يعني يظل سي 12 كي وظن الجزائري هناك كي اترجون من 100 راعتي. ايه ايوا كنا ديك الشمنه تونس تقيد ام تبول دي طارف. فوالا الهربات اللي كني قارن ان مزيان دي تمول في الجزائر. يعطيكم الصحة، تنميرتنكم، تنميرتنكم، وإذا كنت غادي يسول أنا وكاد يخيم لي تنغار مي تورا، تروحوا ثرا بعيد ثرا دي وضع عثمان ولا نتا ودي فكت ستوندار، إوا كنا دي تسول أتهضر ما دي فكت مراين ون، أدن مليل ذي ساعة الخير إن شاء الله، جاغاون تلويث.